لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد يعني بذلك المنافقين، إن قصد مجاهد رحمه الله أن هؤلاء منافقون من اليهود، لأنه لم يجري ذكر للمنافقين قبل ذلك. أقول إن قصد المنافقين من اليهود هم الذين يزعمون الإيمان بالتوراة ثم بعد ذلك يتولون المشركين فنعم. وأما إن قصد أن الآية في المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغم أن هذه صفتهم، إلا أن كون ذلك هو المقصود بالآية بعيد، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، ومن ذكر هم الذين كفروا من بني إسرائيل الملعونين على ألسنة الأنبياء. فمن أخص صفاتهم أنهم يتولون الذين كفروا، رغم علمهم بأن هؤلاء على دين باطل. وقد حرم الله عز وجل عليهم في التوراة الشرك، إذ أن أول الوصايا من الوصايا العشر الرب إلهنا رب واحد. فكيف يشهدون للكفار عباد الأوثان كما فعل حيي بن أخطب عندما كان يريد تأليب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والترغيب في قتاله؟ كان يقول للمشركين: أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. فهؤلاء يتولون الذين كفروا مع علمهم بأن دينهم لا يأذن لهم في ذلك، وأن المؤمنين في الحقيقة هم الذين وافقوا وصايا الأنبياء بالتوحيد. وأيضا عندهم في التوراة إلى يومنا هذا: لا تتخذ تمثالا. فلذلك هم منهيون كما نحن منهيون عن اتخاذ التماثيل، لأن ذلك يؤدي إلى عبادتها. فاليهود لا يؤمنون بالتوراة في حقيقة الأمر، لأنهم تركوا ما أمرت به التوراة من التوحيد.
وتصديق الأنبياء والتزام طريق الأنبياء دون طريق الذين كفروا. لكن هؤلاء اليهود أمثال حيي بن أخطب ومن على شاكلته ممن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن ألب عليه الأحزاب ووالاهم، وكما فعل يهود بني قريظة عندما جاءت الأحزاب وكانوا في عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن رغبهم حيي بن أخطب عليه لعائن الله المتتابعة، رغبهم في نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاونة الأحزاب المشركين لكي يقضوا على الإسلام وأهله ولكي يدخلوا المدينة ويقتحموها. فكان ذلك بما ذكر الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لما ذهب حيي يؤلب رؤوس قريش وغطفان قالوا: نحن خير أم محمد؟ نحن نقري الضيف ونسخي الحاج ونطعم الطعام، وهذا أتانا يعني بالطعن في آلهتنا وسب آباءنا سب آبائنا، فنحن خير أم هو؟ لم يلتفت هذا الرجل إلى ما عليه المشركون من مناقضة دينه فيزعم بعد ذلك أنهم خير من الذين آمنوا سبيلا، فلعنه الله عز وجل. وهذه الصفة موالاة الكفار من أخطر صفات النفاق أيضا، فهم على طريق منافقي اليهود الذين لا يؤمنون بالتوراة ولا بالإنجيل. قال: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. قال الله عز وجل في بيان خطر موالاة الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فهذا حال اليهود والمنافقون والوا اليهود. وقال عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهذه صفات المنافقين يتولون الذين كفروا. وكما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
وأخطر صور موالاة الكفار واليهود والنصارى موافقتهم على كفرهم والرضا به ووصفه بأنه حق، وذلك أشد صور الموالاة كفرا يفعلها من يفعلها، أن يصوب ملتهم ويوافقهم عليها. وهذا الذي فعله حيي بن أخطب مع مشركي قريش يفعله اليوم من ينتسبون إلى الإسلام ثم يزعمون أنهم من المؤمنين والمسلمين، وهم في نفس الوقت يقولون للذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يصوبون دينهم ويوافقونهم على ما يدعون إليه من مساواة الأديان، وهي إنما هي خدعة، يحاولون خداع المسلمين بها دون غيرهم، لأن اليهود يستحيل أن يروا مساواة دينهم بأي دين على الإطلاق، بل هم يحتقرون العالم كله، ولذا إذا تسلطوا على أحد ساموه سوء العذاب، إن لم يكن عميلا لهم عبد العبيد لهم. وأما النصارى فهم أتباع اليهود في ذلك، فإنهم يتولون الذين كفروا أيضا. وكل هؤلاء وإن صرحوا بأنهم يرون مساواة الأديان لا يرون كذلك، وإنما يريدون أن يخدعوا المسلمين. وكيف يتصور مساواة من يشرك بالله مع من يوحد بالله؟ والبعض يقول دعونا من مسائل الاعتقاد، وهذا والله من أعظم أمور الموالاة. كيف يكون دين بلا عقيدة؟ كيف يكون دين بلا إيمان حتى يستوي اليهود والنصارى والمسلمون؟ وكذلك كيف يمكن أن يستوي من يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من يصدقه؟ كيف يكون ذلك؟ بل لو كان يصدقه ولم يتبعه كان كافرا، فكيف إذا كذبه ولم يتبعه معا؟ فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين كلهم هذه صفتهم. ثم إنهم يعادون جبريل عليه السلام: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، نزلت بإجماع أهل العلم بالتفسير في اليهود حين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، فلما أجابهم قالوا: نشهد أنك نبي. ثم سألوه فقالوا: فمن يأتيك من الملائكة؟ فقال: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من الملائكة، إنه يأتي بالدمار والخراب. فأنزل الله هذه الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ولذلك كان كفرهم بالملائكة، وكذا النصارى كفروا بالروح القدس حين زعموه إلها يعبد من دون الله، وكذلك كفروا بعيسى. هل النصارى كفروا بعيسى؟ نعم، حين عبدوه من دون الله، وكذلك بتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بالكتب، لا يؤمنون بأعظم الكتب القرآن
ويزعمون أنه يعني أنه من افتراء الكذب على الله تعالى. الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك لا يؤمنون بالرسل، فاليهود لا يؤمنون بعيسى صلى الله عليه وسلم، بل يرمون أمه بالبهتان العظيم الذي كفرهم الله به وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اتهموا المسيح بأنه ابن زنا والعياذ بالله، ومع ذلك النصارى الجهال الذين ذهبت عقولهم يوالون اليهود أعظم الموالاة ويؤيدونهم أعظم التأييد. وما ذاك إلا بما صنع اليهود في عقائدهم حديثا من خداعهم بأن نزول المسيح الثاني إنما سيكون إذا تملك اليهود أرض إسرائيل بزعمهم من الفرات إلى النيل. ولذلك هم يؤيدونهم بكل قوة، وهم كافرون بالنبي عيسى صلى الله عليه وسلم، بالذي تزعمون أنه إله، إنه إلهكم. فكيف تقبلون من اتهم إلهكم بالفاحشة أنه ابن فاحشة، وتعظمونهم وتوالونهم؟ أمر عجيب والله. فهذه القضية من أخطر القضايا، وقضية الدين الموحد الذي يسعى إليه من أخطر المحاولات التي لابد أن ترد. ومن الموالاة الحب، ومن الموالاة النصرة، ومن الموالاة المتابعة. فإن من نصرهم على كفرهم وفي قتالهم للمسلمين وكان معهم في صف القتال ضد المسلمين كان كافرا مثلهم، وكذلك من أطاعهم في الكفر كان كافرا، ومن أطاعهم في المعصية كان مع اعتقاد أنها معصية كان منهم في هذا القدر المشترك وإن لم يكفر. ومتابعتهم في الكفر كذلك كفر، وفي تحللهم من الشرائع كما يزعم من ينتسبون إلى الحرية والليبرالية وهم يتركون شريعة الإسلام ويتابعون أهل الكفر على ما اخترعوه من شرائع الله، على ما افتروه على شرائع الله وما اخترعوه من شرائع من عند أنفسهم، كما يفعل الغرب اليوم حين يشرعون اللواط وزواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة وحرية الزنا وحرية التحول الجنسي وحرية الإلحاد وحرية الردة. فكل هؤلاء الذين ينادون بهذه الحرية كذبا وزورا، فمن تابعهم على هؤلاء كلهم كفار، فمن تابعهم على ذلك كان كافرا مثلهم والعياذ بالله. ومراعاة مصلحة هؤلاء، مراعاة مصلحة الأعداء على مصلحة المسلمين، هي أيضا من شؤون أو من خصال المنافقين ومن يعني أعمال الموالاة. فهذه الآيات من أعظم ما يستدل به على أن موالاة الكفار مستوجبة لسخط الله والخلود في العذاب. وهذا في الموالاة الكفرية التي ذكرنا أنواعا منها في الرضا بملل الكفر والمحبة لهم على كفرهم، وكذلك في الطاعة في الكفر والاتباع في الكفر واتخاذ الكافرين أولياء وأنصارا وظهورا يعاونونهم. فهذه كلها من خصال الكفر، فمن الموالاة المكفرة التي تستوجب الخلود في النار يوم القيامة. قال أن سخط الله عليهم
فسر ذلك ما ذمهم به، ثم أخبر عنهم أنهم وفي العذاب هم خالدون. يعني بيقول ما ذمهم به لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، يعني ما ذموا به بئس ما قدمت لهم أنفسهم هو أن استجلوا سخط الله عليهم. ثم أخبر عنهم أنهم وفي العذاب هم خالدون يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم بسنده الضعيف، وقال الشيخ الألباني موضوع لكنه ضعيف، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال ثلاثا فإن فيه ست خصال ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة، فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العلم، وأما التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قال: هكذا رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن مردويه، ساقه أيضا. قال: وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم. وفعلا هو جدير بالضعف جدا، خاصة القول بالخلود في النار يوم القيامة للزنا، وإنما وصف الله موالاة الكفار بذلك، فعلم أن موالاة الكفار من أمور الاعتقاد التي تخلد صاحبها في النار. ومن الموالاة ما لا يخرج من الملة، كالتجسس للكفار مع اعتقاد بطلان دينهم، ولكن لدنيا يصيبها أو لقرابة يحميها، لما فعل حاطب ابن أبي بلتعة. أنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فخاطبهم بالإيمان ولم يخرجه من الملة بإخباره المشركين بغزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الخروج في صف الكفار مقاتلا للمسلمين فهو من الموالاة الكفرية. ومن الموالاة المحرمة الطاعة في المعصية مع اعتقاد أنها معصية، والاتباع على ما المعصية مع اعتقاد أنها معصية. وهذا الأمر يقع من الكثيرين بطاعة الكفار في المعاصي، وهو يتدرج بهم إلى أن يطيعهم في الكفر والعياذ بالله، كما أنه إذا تشبه بهم واتبعهم في المعاصي إن ذلك يجعله يحبهم ويعظمهم، فيوافقهم في النهاية على أي نوع من أنواع الكفر. قال الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكفار، من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنهي ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه. فتبين بذلك أن موالاة الكفار تدل على عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان بالقرآن. وما أخطر ما يحدث في بلاد المسلمين اليوم من الخيانة بموالاة أعداء الله سبحانه وتعالى على
حساب مصالح دينهم وبلادهم. نسأل الله العافية. وما يتسلط الكفار إلا بالخيانات والموالات التي يفعلها المنافقون متبعين في ذلك سبيل اليهود الذين سبقوهم على هذا المجال، نعوذ بالله من حالهم. قال تعالى: ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله ورسوله، مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. ليس الفسق المقصود به هنا فسق المعاصي، ولكنه فسق الخروج من الملة كفسق إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.